السلام عليكم. بتحس بألم في ركبتك، ألم مع طلوع السلم، ألم مع المجهود، ألم لما تيجي تنام وتصحى، ألم اقتصر تسميته معاك على خشونة في الركبة. هكلمك إن شاء الله النهاردة على الأسباب والأعراض بشكل سريع وأفضل تمارين بإذن الله تعملها لمحاولة تقوية عضلات الركبة اللي بالتبعية إن شاء الله تحاول تقللك من الألم. معاك دكتور أحمد شامي، دكتور علاج طبيعي. لو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. دي قناة العلاج الطبيعي بنتكلم فيها عن كل ما يخص العلاج الطبيعي، قناة التغذية العلاجية بنتكلم فيها عن كل ما يخص التغذية، أكونت الانستجرام تقدر تتابعنا وتسألني من خلاله، والموقع الخاص بنا تقدر تتابعنا وتسألني من خلاله، إضافة إنك تقدر تدعم القناة ماديا عن طريق زرار جوين أو انسب تحت الموجود في القناة. شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجة تخص ألم الركبة. تعرف كل ده إن شاء الله النهاردة على مدار الحلقة. معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك، نفس الكلام اللي بقوله لك كل مرة، اللايك هو مثابة شكرا اللي أنت بتقدمها لي. مبدئيا بيكون في الم وتيبس في الركبه، ولما بتضغط على الركبه ذات نفسها بتحس بوجع، واحيانا بيتكون نتوءات عظميه داخل الركبه ذات نفسها بتظهر في الاكس راي او في الاشعه اللي دكتور العظام بيعملها لك. اضافه ان في حاجات مش اسباب ولكن وجودها بيزود، فمثلا عند الستات او النساء اكتر عرضه للاصابه من الرجاله، عندي تقدم العمر وكبار السن، اضافه زياده الوزن عامل رئيسي لكل الاصابات اللي ممكن تتخيلها، فزياده الوزن دي حاول تتحكم فيها على قد ما تقدر. اضافه ان لو كان حصل لي اصابه في الركبه قبل كده، فانا صغير حصلت الاصابه في ركبتي والحمد لله تعافيت منها بس ما اهتمتش بنفسي، فبالتالي مع تقدم العمر وارد يحصل لي خشونه في الركبه. طيب حلو، اخش على العلاج على طول. وبالنسبه ان احنا دخلنا على العلاج على طول بقى، لايك من سبب الدعم للمحتوى وشكرا اللي بتقدمها لي. لو وصلت قول انا عملت لايك وشكرا كده ودعم المحتوى. طيب العلاج بنقسمه لكذا شق. اولا بنروح لدكتور البشري واللي بدوره بيعمل لي اشعه عشان يشوف النقطه اللي انا قلت لك عليها، وبيبدا يديك مسكنات الم بسيطه للعضلات مضادات للالتهابات او ساعات يحقن كورتيزون كمان، ولكن مش ده اللي احنا بنتكلم عنه. هنروح للعلاج الطبيعي، بيبدا يعمل لنا تمارين يدويه وتمارين منزليه، جلسات كهرباء، جلسات موجات فوق صوتيه، بيعمل اللي يعمله برضه. اضافه الى كبيره الركبه، ودي نقطه هضيفها لك بقى، بتلبس كبيره لو في الم في ركبتك، بتلبس الكبيره اثناء الحركه اثناء المجهود الزياده. لو مفيش الم قوي ما تلبسهاش، ولكن لو في الم مع المشي او كده بتبدا تلبسها. وبركز انك ما تنامش بيها، اياك حذاري تنام بالركبه. وبعدين هقول لك على بعض التمارين المنزليه اللي تقدر تساعدك باذن الله. بالنسبه للتمارين، التمرين الاولاني هتحط رجليك على حاجه عاليه، مخده، فوطه، بلوك، اي حاجه، وبحزام تبدا تلف رجلي حوالين رجليك بالشكل ده وتشد. ركز، انا مش عايزك انت اللي تعمل الحركه، لا انت رجليك سايبه خالص اهي وبتشد، بحيث تبدا تحس بشد في السمانه من تحت، وبتثبت 30 ثانيه. احنا هنشتغل على الرجل الشمال او الرجل اللي اقرب للكاميرا، ولكن عايزك تركز انك وانت بتعمل التمارين اعملها على الجنبين، ما تعملهاش على رجل واحده، اعملها على الرجلين. لو هنعمل مثلا هنا 5 مرات اعمل الرجل الثانيه 3، ولكن يفضل تشتغل على الجنبين. التمرين اللي بعد كده هتنام على ظهرك بالشكل ده، ورجليك الشمال اللي هنشتغل عليها مفروده، وركز اليمين لازم بالشكل ده، ومشط رجليك مشدوده عليك بالشكل ده، وبتطلع 1 لحد ما يبقوا الاثنين بموازات بعض. مش عايزك تعدي، ومش عايزك ما تنسى رجليك او تنسى مشط رجلك كده، لازم مشدود 12 مره. التمرين اللي بعد كده من نفس الوضعيه، ولكن رجليك مشدوده برضو مشت رجليك، بس رجليك لفه لبره سنه بالشكل ده، ولكنها في نفس الاتجاه، مش جايه من الجنب، لا في نفس الاتجاه 1. عشر، 12. التمرين اللي بعد كده هعمله لك على الجنب اليمين علشان تكون شايف وشي وانا شغال. هتقعد بالجنب ده، رجليك باصه لقدام بالشكل ده، مش عايز رجليك تلف لبره كده، لا انت رجليك باصه لقدام بنفس الشكل، الحوض ملفوف سنه لقدام، وبتشد لفوق 1 2 3 4 5
6. شايف الرينج؟ مبقاش اكتر من كده. التمرين اللي بعد كده وهو الهيب ادكشن او بشتغل على الضم اكتر، هنشتغل بمخده بلوك اي حاجه نحطها ما بين رجليك من جوه بالشكل ده، بين رجليك الاثنين وبتضغط 1 2 3 4 5 وتريح مره كمان. وتريح مرة ثالثة وأخيرة. تمام كده. التمرين اللي بعد كده هو البريدجينج، وعملناه برضو كتير قبل كده. بننام على ظهرنا بالشكل ده وبنعد 12 عد. ايدينا الاتنين جنبنا، ما بنعلاش عالي قوي 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 ولا بسرعة، لا بالراحة وبنعد. وبعدين بنعمل الرجل اللي فيها المشكلة، انا بشتكي من الرجل الشمال مثلا، هعمل هنا. زي ما انت شفت التمارين معايا، انا عايزك تعملها على الجنبين مش جنب واحد بس، هتعمل الجنب اليمين والجنب الشمال. نهايه لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك بدايه التمرين. انا باذن الله الموسم كان معاك دكتور احمد شام، دكتور علاج طبيعي اخصائي التغذيه العلاجيه. هنا في القناه بنتكلم عن كل ما يخص العلاج الطبيعي وتمارين العلاج الطبيعي. قناه التغذيه العلاجيه بنتكلم فيها عن كل ما يخص التغذيه العلاجيه. اكونت الانستجرام تقدر تتابعنا وتسالني من خلاله، الموقع الخاص بينا تقدر تتابعنا وتسالني من خلاله. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا ليك، وباكد للمره الثانيه معلومه مهمه جدا جدا، ما تقتصرش على ان علاجك على النت، ركز قوي في النقطه دي، لان في كومنتات كتير بتجيلي الحمد لله انا عملت التمارين وخفيت، التمارين جيده جدا، التمارين انا وصلت بيها لحاجه كويسه، ده شيء حلو يعني، ده شيء انا افرح انك استفدت من الحلقه انه اضاف لك، ولكنه لا يغنيك عن الكشف وعمل اشعه وانك تاخد علاج وانك تعمل جلسات كمان. لا تقتصر ان العلاج يكون على النت بس، انت العلاج ممكن نستفاد بجزء من على النت، ولكن مش كله على النت، علشان لو اعتمدت على النت بس مش هتوصل لنتيجة ترضيك، بالعكس انت ممكن الموضوع ما يتحسنش وممكن يكون فيه مشكلة كمان. تركز قوي في النقطة دي. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا ليك، وقول انا من الابطال اللي وصلت لاخر الحلقة. بس كده، السلام عليكم.